مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معاكم أنا رندا فكري في برنامجكم الحياة أنت وهي. اوعى تقارن حبيبتك بحد تاني، ما ينفعش تبقى ماشي معاها في الشارع وتقول لها البنت دي حلوة، هي لازم يعني حبيبتك تعدي ال 120 كيلو عشان تعجبك. وما ينفعش انت كمان تقارني جوزك بابن خالتك عشان ابن خالتك ده بيروح الجيم، انت للأسف ما تعرفيش ان ابن خالتك ده يا دوب بيدفع الاشتراك. هنروح دلوقتي المطبخ ست الكل ونشوف أحلى الأكلات ونتناقش في موضوع المقارنة، ولكن بعد الفاصل. مطبخ ست الكل، وده طبعا ما يتقارنش بأي مطبخ تاني، ومن أهم الحاجات اللي بتحبها ست الكل إن أنت ما تقارنهاش بأي حد، يعني ما ينفعش تقول لها دي إلهام مرات أخويا وإسهام بنت خالي وي وي وتجيب لها العيلة كلها. لما تقارنها بحد هتحسسها ان انت شايفها صغيرة، قول لها اللي انت عايزه بس حسك عينك تقارنها بحد. هنشوف موضوع المقارنة النهاردة ونتكلم فيه شوية واحنا بنحضر أكلة النهاردة مع الشيف شيماء محمد. أهلا يا شيماء. أهلا بيك يا رب. نورتينا. نورتينا. قوليلي الست بتزعل لو جوزها قارنها بحد؟ أكيد طبعا، أكيد حاجة تزعل جدا طبعا. انت بتحسي بإيه لو جوزك قارنك بحد؟ بحس ان هو بيلغي شخصيتي أصلا، عايزني أبقى نسخة من واحدة تانية. هو هي عاجباه، يمكن النسخه دي تكون احسن في حاجه، فهو نفسه في حاجه. هقول لك على حاجه، هو خدني بشخصيتي دي وعارف ان دي شخصيتي، ما تحاولش تخليني بقى ابقى نسخه تانية من واحده تانية عاجباك. انت قصدك ان هو من الاول اللي هو عارف شخصيتي وعارفني كده. طب ليه ما تاخديش ان المقارنه دي ان هو عاوزك افضل في حاجه فتحسني من ادائك؟ ماشي، بس مش مقارنه مثلا في ميك اب، مثلا يقول لي مثلا اعملي ميك اب فلانه، البسي زي فلانه، لكن ممكن في حاجه تانية، يعني في حاجات بسيطه. طب افرضي هو عاوزك فعلا تلبسي زي فلانه، انت وجهه نظرك يقولها لك ازاي؟ لا طبعا، انا ليا الستايل بتاعي الخاص، انا ما اقدرش اغيره عشان خاطر ابقى شبه واحده تانية. يعني انت ضد خالص ان انت تتغيري خالص. حتى لو، طب ممكن يبص بره، ممكن هو يعني بيديلك، هو كده يبقى مستوي. لو هو يعمل حاجه زي كده يبقى هو اصلا مستوي. طب ما احنا لو غيرنا نفسنا عشان نبقى شبه الحاجه اللي الزوج بيقارننا بيها، ما متهيألي ده ذكاء من الست. مش في كل حاجه يا رندا، مش في كل حاجه. طب ايه الطريقه او الاسلوب اللي لو جوزك قارنك بيه، الكلمه او الموضوع او الطريقه اللي هيقارنك بيها بتبقى فعلا بتجرح، ما ينفعش تسامحيه فيها ابدا؟ يعني مثلا يقول لي ما تروحي مثلا تلبسي زي صاحبتك اللي بتلبس دي، وتشيكي زيها، تحطي ميك اب زيها. طب افرضي صاحبتي مثلا، وانا افرض انها بتحط ميك اب اوفر، وانا ما بحبش كده. طب انت تحبي يقولها لك ازاي؟ يعني انت هو ممكن يقولها بس ما يقارنش بحد، يعني بيقول لي طب ايه رايك مثلا لو حطيتي الميك اب الفلاني، لو لبستي اللبس ده. بصوا يا رجاله، عشان احنا بس من غير يعني مقارنه، احنا بنعلمكم برضو الستات بتتبسط بايه. هي قالت لك عبر عن اللي محتاجه، بس ما تقولهاش اعملي زي فلانه، قول لها انا بحب ده، حتى لو فلانه دي نجمه مشهوره. اكيد طب ننسي عجرم. حتى لو ننسي عجرم. طب قولي لي يا شيماء، احنا هنطبخ ايه النهارده؟ نقول اسم الوصفه ونلغي بقى وندردش في الموضوع. احنا النهارده باذن الله هنعمل معجنات، يومنا النهارده كله معجنات. نقطه حبيبتك. هنعمل معجنات باذن الله. هي عجينه واحده النهارده اللي هنشتغل فيها، هنعمل منها صنفين، الحلو والحلو. طب حلو قوي، نقول المقادير. المقادير بتاعت العجينه اللي هي الاساس بتاعنا. هي اسمها معجنات ملهاش اسم. لا، ما هو الصنف الحادق اللي هي فطائر المثلثات باللحم المفروم. تمام. بالنسبه للعجينه عباره عن ايه؟ انا معايا هنا كوبايه من الحليب الدافي، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، وربع كوبايه من الزيت، ومعلقتين كبار من الحليب البودره، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الخل، وبيضه، واربع كوبايات دي يعني ما يعادل نص كيلو من الدقيق. تمام. دي مقادير الصنف اللي هو مقادير العجينه اللي احنا هنشتغل منها الصنفين، الحلو والحلو. الحلو والحلو. اوكي، تمام. يعني دي مقادير العجينه عموما. هنبدا بقى نشتغل في العجينه. اوكي، انت هتقولي، انت قلتي الحشو، مقادير الحشو. ما الحشو بعدين بقى. بعدين. اوكي، احنا نبدا الاول بس في العجينه وبعد كده نعمل الحشو. اوكي. بالنسبه بقى البوله، ما هي البوله بتاعت الدقيق. اوكي، تمام. هو كله هيتحط على بعضه، يعني العمليه ما فيهاش اي حاجه خالص. بس الاول نلبس الجلافز الاول. حاجه انا اقولها لك قولي. عينيا حاضر. نفسي عجل، نفسي على. طب ما تيال بيخافوا عليا من العجل بصراحه. بس الاول نلبس الجلافز عشان نشتغل براحتنا. اوكي، احنا معانا هنا اربع كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم اللي هي كوبايه الحليب اللي هي الدافيه.
حليب دافي. ايوه مش حليب بارد. لا طبعا إيه عشان الخميره ليه؟ عشان الخميره تشتغل. اوكي. هحط كمان ربع كوبايه من الزيت. اي زيت؟ زيت نباتي. معايا كمان هنا معلقتين حليب بودره، وده بيدي بقى طعم قد ايه جميل جدا للمعجنات بتاعتي. تمام. معايا كده معلقه كبيره من السكر والخميره، ومعلقه كبيره من الخميره. طبعا ملاحظه ان انت ما حطيتيش السكر والخميره لوحدهم في حاجه. طالما انا واثقه في الخميره بتاعتي اشتغل على طول. والله لكن لو مش واثقه منها، ان احنا بنحط سكر وميه دافيه لا لو مش واثقه منها فبتعملي اللي هو الخليط بتاع التخمير ده الاول. اوكي. هنحط كمان بيضه. وهحط بقى عشان حطيت بيضه هنا فانا هحط هنا معلقه كبيره من الخل. خل. أوكي. بس كده هنبدا بقى كل ده مع بعضه كده. في كمان انا حطيت رشه الخل. الخل احنا حطيناه عشان ايه؟ العجن نفسه ولا زفاره البيض؟ الخل عشان البيض. عشان البيض. وبرده الخل له وظيفه ثانيه، ان هو بيدي هشاشه للعجينه كده ويخليها معاكي بيضه كمان من جوه حلوه كده وهشه. هي شطوره والله، يعني يا شيماء انا حاسه كده متفائله بيها، عشان انا مش هدوق بس انا هخلص. ربنا يخليك يا رب. المعجنات دي مودينا كلنا في داهيه، يعني والشتا بقى انت عارفه بيحب المعجنات جدا. طبعا هو اللي مودينا في داهيه في الشتا هو المعجنات. المعجنات دي بالنسبه لي احسن من الاكل الفراخ بقى واللحمه والجو ده. طبعا احنا بنعجن. هنعجنها بقى قد ايه؟ العجينه يعني حوالي 5 دقائق كده. تبداي ايه تخدميها في العجن كده كويس وتسيبها ترتاح، صح ولا ما ترتاحش؟ المفروض ترتاح حوالي ساعه في الشتا ده عشان الدنيا ساقعه وكده فبتقعد شويه. بس بعد كده نعمل ايه؟ هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ مش بس مطرح العجين. ده كده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما. بس حاسه ان هي ممكن بتعلى اكتر من كده لما بسبب ان بترتاح، صح؟ هي خمرانه اوريدي. هي كده تمام. تمام. اوكي، مش فارقه بقى ان انا اسيب الخميره تشتغل لوحدها او على العجينه. خلي بالك ان كتر التخمير يبوظ العجينه. ليه بقى؟ لان بيطلع ريحه خميره جامده جدا فيها، وانت بتاكلي بتحس ريحه الخميره جامده قوي اوفر وانت بتاكلي. اوكي. في بعض المعجنات لما تاكليها تحسي ان انت بتاكليها ريحه خميره جامده جدا. أوكي. ده سببه ان انت خمرتي كتير. خمرتي العجينه زياده. تمام. فاحسن حاجه ان انت تخمريها الوقت المعقول اللي هو ساعه تقريبا. تمام. ده كده شكلها خلاص. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه عشان العجينه دي؟ احنا هنعملها للصنفين، فهناخد نصها. هنقسمها اتنين. اوكي. تمام. دلوقتي كده مبدئيا يعني هناخد. محتاجه النشابه بقى والجو الجميل. ما الاول نعمل الحشو بقى. احنا كده قسمنا العجينه بتاعتنا. مش هنلعب دلوقتي. قسمنا العجينه بتاعتنا نصين، نص للحادق ونص للحادق. تمام. هي قسمت العجينه اتنين وهتروح بقى تعمل الحشو. نعمل بقى الحشو الحادق. احنا هنقول مقادير الحشو الحادق. مقادير الحشو الحادق عباره عن ايه بقى؟ معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وحط عليها ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، فلفل الوان، وبصله متقطعه لحتت صغيره كده، وزبده وزيت. تمام. تمام. ده مقادير الحشو بتاع. ولو انت عايزه جبنه موتزاريلا فيها ما فيش مشكله. بنزود معاها. الناس كلها بتحبها دلوقتي. اكيد طبعا. مش هتضايق حد. اكيد. اوكي. هنبدا بقى دلوقتي هنا نحط الطاسه بتاعتنا على النار. ونحط كده شويه من الزيت. اوكي. ده زيت ينفع زيت زيتون مكانه؟ انا شايفاه مش زيت زيتون. لو انا عامله دايت بقى انت عارفه هنخاف من الوزن. لا ممكن عادي. عاملين معجنات وخايفين من الوزن. هنحط هنا ايه قطعه بس من الزبده كده مش كتير. انا مش محتاجه هنا الزبده كتير لان اللحم المفرومه اللي بتحط لها دسم. دسم. بتبقى بس اقدر اقلل لو انا مش حابه ان انا وزني يزيد اختار لحمه هتبقى حمراء. صح؟ طب انت بقى يا رندا من مدرسه ان انت تحطي الاول اللحم المفرومه ولا البصل؟ ولا البصل؟ البصل بيطلع وحش. كنت بحط البصل قبل اللحمه بس بيطلع مش حلو. لا انا بحط اللحمه الاول. ده عرفته مؤخرا. تتشوح الاول. ايه بقى قولي لي بيفرق في ايه؟ لان انا لاحظت ان التست غير ده. ريحه اللحمه بتروح. اوكي. لما بتحطيها كده تحسي ان انت في سنه زفاره كده في اللحمه بتروح مع التشويحه دي. يعني احط الاول لحمه. حلوه التركه دي يا بنات. حطوا اللحمه تتشوح قبل البصل، صح؟ ايوه. تبداي بقى كده ايه نديها بس تشويحه تغير لونها، بس مجرد ما تغير لونها احط البصل. اروح نازله بالايه؟ بالبصل. طب ليه مجرد ما تغير لونها؟ عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. ولازم تكون الطاسه سخنه جدا والنار عاليه عشان تعمل لها صدمه. لما تنزلش الميه بتاعتها. عارفين الملاحظات الصغيره دي اللي بيسموها النفس في الاكل. النفس في الاكل هو عباره عن الخبره في الحاجات اللي ممكن تبوظ لك الاكل، يعني ركزي في الخبره بقى، الخبره البيتوتيه الجميله دي. انا والله بستفيد من وقفتي في المكان ده. في غلطات كتير قوي. الواحد نفذي بقى على طول. والله بنفذ. بنحط بقى التوابل ولا بنستنى شويه؟ نحط بعد كده البصل بقى عشان بس الوقت.
ونقلب ني في ني. صح. الموتزاريلا بقى بتحطيها في انهي لقطه؟ اخر حاجه. في الاخر خالص، اخر حاجه. ويمكن عشان كمان احطها وانا بحشي الفطاير عشان ما تنشفش. يعني معلوماتي ان الموتزاريلا الموتزاريلا في نار كتير بتجلد. صح. انا معلومات. انت شاطره، انت شطوره. مش عارفه من غيرها يعملوا ايه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. انا ملح، ملح وسبع بهارات وفلفل اسود. وساعات بحط عارفه ايه، قرفه بتبقى مع الحاجات دي. لا عارفه كمان ايه اللي بيديها طعم حلو؟ كوبيبه الصيني. اوكي. كوبيبه الصيني اللي هي المطحونه. بتدي طعم. انا بحب من مدرسه، جميل جدا، بحبها في اي حاجه. حطينا ايه كمان؟ خلاص، هما الثلاث حاجات دول بحطهم على اللحمه المعصره اللي حطيتيها في الاخر دي. دي سبع بهارات. سبع بهارات. اوكي. بتقلبي بس كده ني في ني وخلاص. صح. واحط كمان شويه فلفل الالوان اللي عندي دول. هي شوحت فعلا اللحمه، خدت الصدمه بتاعتها وكل حاجه اتحطت. هي العمليه مش هتاخد معاكي دقايق يعني، مفيش حاجه. انا لاحظت مؤخرا من فرجتي على الفيديوهات بتاعت المطبخ ان هم فعلا اللحمه المفرومه بيعصجوها غير التقاليد بتاعتنا زمان. وفي تريك كمان هقول لك عليها بالنسبه للحم المفروم. في ناس بتشتكي كتير من اللحم المفروم ان هي بتكلكع معاها او بتتكتل معاها. بتحصل. عارفه سرها ايه دي بقى؟ ايه؟ الطاسه تكون سخنه. يعني بصي انا عشان الطاسه سخنه عملت ازاي معايا؟ بصي فلفلت معايا ازاي؟ عارفه لو الطاسه مش سخنه هتلاقيها كتلت معاكي. بوظوا اي اكل تاني، مفيش اي حجج. سخني الطاسه. نقعد بقى قد ايه نقلب فيها على النار؟ هي ما بتاخدش يعني خمس دقايق. خلاص كده يعتبر هي خلصت يعني، مفيش حاجه تاني. احنا كده خلاص. احنا معانا بالفعل حاجه انت عاملاها. احنا بقى عشان مجهزين بقى الحشوه بتاعتنا. دي الحاجه اللي هي الحشو اللي هي عاملاها. الحشوه الجاهزه اللي انا تعبت معاها فيها برضه. معلقه تعبت معاها جدا واحنا بنعمل جدا جدا. هاخد بقى دلوقتي ايه قطعه كده من العجينه. انا نفسي اعمل بالنشابه. انا خايفه من النشابه اللي انت ماسكاها دي. بعد الشر عليكي. اتفضلي اتفضلي. هم بيقلقوا عليا فما بيرضوش ان انا اخاطر بنفسي. في كده ايه قطعه من العجينه. هنتعلم بقى الشكل الحلو. بتقسمي بقى العجينة تقريبا دي بتعمل كم واحده؟ بتقسميها كم واحده؟ بصي هو النص كيلو بيعمل معايا 12 فطيره تقريبا او 11. أوكي. ما بين كده وكده. هنبدا بقى دلوقتي كده ان احنا نفردها. اوكي. بنفردها لحد سمك معين؟ يعني هوريكي دلوقتي السمك، ما تكونش رفيعه قوي ولا سميكه قوي. تمام. انت ممكن تعملي وتحشي وانا اعمل لك واحده يعني، احاول اتبرع. بعرف. بس شوفي دلوقتي هو احنا كده دلوقتي السمك بتاعها تقريبا يعني ايه، مش عارفه اقوله لكم ازاي. لا هو مش كبير. لا هي لا رقيقه ولا تخينه. انت قسمتي نص العجينه كم قطعه تقريبا؟ سكينه. انا هقول لكم كم قطعه، حوالي خمسه. صح. انا كنت عايز سكينه. سكينه؟ مش لقيت سكينه. ماشي حياتنا. لقيت سكينه. انت عملتي نص العجينه تقريبا كم قطعه؟ نص العجينه هي دي تقريبا. عملت معايا حوالي نقول خمسه. عشان هم كده انت تعرفي السمك تعمل معايا خمسه. بعد ما نفردها بصي بقى نعمل كده عشان الرسمه اللي انت هتتجني وتعرفي عملتها ازاي. انا عادي على فكره، انا بعرف اعمل كل الرسمات. يا ولد يا جامد. بصي بقى انا عملتها ازاي. اوكي. بص التريكات دي يا بنات ويا ستات. كله بعد كده بتحب تطبخ هتنزلي عليها كده. تمام. وبعدين كده نحط الحشوه. هو انا ينفع اجرب يا جماعه ولا وقت البرنامج؟ نفسي اجرب كده. وفي بقى الجبنه الموتزاريلا. اوكي. نحط يعني انت هتتدربي ولا ايه؟ لا انت عارفه المخاطره في المطبخ دي بتبقى حاجه صعبه يعني كده. تمام. هنجيب بقى دي نقفلها كده. الله، عملت شكل. عارفين شكل يبان ان هو بروفيشنال، حاجه محترفه يعني، مش مع انه سهل يعني. سهل جدا. شفتوا الحاجات الافكار والطريقه اما تبقى سهله تبقى حاجه حلوه زي. بس احنا لزقنا فيها قوي. هي بس كانت عايزه ايه؟ كانت عايزه تنزل. لا ما نضغطش عليها. سهله. اوكي. لا نحطها. تمام. احنا كده عملنا ده اول شكل. ده الشكل. هتعملي شكل تاني؟ في شكل كمان. اجرب اعمل لك افردها لك؟ اعملي. اوكي. هو انت مش بتحطي دقيق ولا اي حاجه؟ بتضحك عليا. بصي يا لا ماما. لا انت شفتيها لزقت؟ لا. طب خلاص. بص يا بنات، دي تجربه طبيعيه عمليه وانت بتفردي العجين. اهو جربوا فيا. اهو اول مره والله العظيم ما بعرفش افرده. اول مره اعمله.
افتكر. اه بص اضغطوا شويه الاخطاء. أيوة. اللي انا هقع فيها انتوا هتقعوا فيها. والله انت شطوره. والله انا شطوره. شوف انا عملته اشطر من شيماء. عايزه تاني أكتر. بس انا مش هعمل الشكل ده، انا هعمل شكل تاني. طب ايه انت عايزه تعملي زي ده؟ لا خلاص اعملي لهم الشكل التاني عشان وقت البرنامج. طيب انا فردت وفردت. بصي يا ستي نحط بقى ده كده وبرده الجبنه الموتزاريلا كده. تمام. هنعمل ايه بقى عشان نعمل شكل مثلث؟ هناخد دول كده نص ده طرفين كانه قطايف سمبوسه. ايوه لا والقطايف بيعملوها كده. انا بعمل نص بس. تمام. وبعدين اللي فوق بعمله بالعرض بقى. مش بالطول. سهله برضو. واخدنا الشكل المثلث في الاخر. ايوه. انت مسميه باين فطائر المثلثات. مثلثات. ما هي دي او دي الاثنين مثلثات. بس ده بشكل وده شكل. وكلبوزه على فكره قطعه. حلوه كده. يعني هنغذي الولد هياخد واحده وما ياخدش تاني. كده يبقى معايا شكلين، الشكل ده والشكل ده. اوكي كده خلاص هنخلص. المفروض ان هنعمل طوم في الصاج. اوكي. الصاج مدونه ولا لازم يكون الصاج مدونه عشان ما يلزقش فيه؟ والفرن فاتحينه؟ والفرن مفتوح على يعني ممكن اقول لك ايه، هنبدا نشغل الفرن بعد ما نخلص الصاج. يعني هندهن على ليه بقى؟ علشان تخمر المره الثانيه. هي لازم تخمر بعد التشكيل المره الثانيه. أوكي. وبعد كده تخش طبعا لسه في دهان كمان بيض ندهنه دلوقتي. لو جاهز دلوقتي خلاص احنا هندخله الفرن. المفروض ان احنا كده خلاص بيبقى الصاج ده مدهون زيت صح؟ زيت. وبعد ما ندهنه نفتح خلاص الفرن وبعد كده نبدا بقى. هنفترض ان احنا خلاص دي خمرت معايا. يعني بعد ما احطها على الصاج اسيبها تخمر شويه قبل ما ادخلها. لازم على الاقل ربع ساعه ترتاح شويه. أوكي. وبعد كده هدهن بقى بالبيض كده بيضه عليها شويه خل ولا حاجه عشان طبعا نزفره. وبعد كده ندخلها الفرن. هدخلها لك الفرن. اساعدك اساعدك. انت عارفه ان انا ماشي. انت جميله متعاونه. ده كده بالنسبه للجزء الاولاني. يا جماعه الفرن ده في البرد اللي احنا سخن الوقفه جنبه جميله بصراحه. طيب تعالي بقى نشوف العجينه الثانيه الحلو صح. تعالي نقول مقاديرنا بس الاول. مقادير الحشو. لان هي نفس العجينه انت قلتي. مقادير الحشو اللي انا هحشي بيها العجينه الحلوه. أوكي. عباره عن ايه بقى؟ انا معايا هنا نص كوبايه من السكر، سكر عادي اللي هو بتاع الشاي العادي بتاعنا، وثلاث معالق كبار من القرفه. تمام. سكر وقرفه. نص كوبايه سكر وثلاث معالق كبار قرفه. بوله عاوزه ايه؟ بوله اجيب لك. انا عارفه ان في بولات هنا. مش مشكله خالص. عاوزه كبيره؟ لا خلاص مش مشكله، احط ده على ده وخلاص. اوكي. هنجيب كده السكر اهو ومعايا يعني نقول ايه، طبعا على حسب حبك انت بقى للقرفه هتشتغلي. بتحبي القرفه كتري. بحبها جدا. ما بتحبيش شيليه. طب في ناس كتير تقولي طب انت يعني السينابون ده هو اساسه القرفه. طب انا مش عايزه قرفه، احط ايه؟ حطي كاكاو، اي حاجه تدي تست. تمام كده. طيب احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل سينابون المستعجلين. ده الحلو بتاعنا. عباره عن ايه بقى سينابون المستعجلين ده؟ انا معايا العجينه اهي. هبدا اقسمها لقطع صغيره خالص. يعني دي تتقطع على اتنين كده. يعني ده كانه سينابون المستعجلين بنحط تيست القرفه. صح؟ بحشيها بالقرفه. أوكي. والسكر ده. بصي العجينه قد ايه صغيره. بتفرديها بقى من غير نشابه ولا اي حاجه، مجرد ان احنا بنعملها بايدينا. مش محتاجين دي، هشيلها دلوقتي عشان نعرف. بصي بقى صغيره ازاي. ببدا احشيها كده. الحشوه عباره عن سكر وقرفه. حلوه برضو. لا يبقى انا بحب اي حاجه فيها قرفه، فده يديني فعلا احساس ان انا باكل سينابون. وبنلاقي الاماكن بره بيبيعوا فعلا حاجات كتير يسموها سينابون وهو مش سينابون اصلا. اكيد. احنا بقى نحط بندهن زيت ونسيبها دي هنسيبها ترتاح كده كمان. اكيد اي حاجه فيها خميره لازم تستريح. لازم تستريح. اوكي. بصي انا كورتها وحطيتها في النص، دي اللي هي السنتر بتاعي اللي حاملي عليه بقيه الخليه دي كلها. اوكي. دي تقريبا هتعمل لها بالبيسز، هنقول بالقطع ولا تقريبا بقى في هي تقريبا هتعمل معاكي بتاع 37 واحده. هنوفر كتير برضو. يعني هي التكلفه كلها ايه؟ الدقيق والبيض وبضايه وشويه لبن بودره، لبن عادي هتعمل لك كذا. يعني حاجات اللي بتتعمل في البيت دلوقتي بقى فيها توفير حلو ومطلوب في التوقيت الصعب اللي احنا فيه ده. في التوقيت يعني حاولي كست بيت تعملي يعني معظم الحاجات بنفسك، وفيها متعه والله، متعه ان انت بتعملي وبعدين في الاخر يقول لك تسلم ايديك. لا وبعدين يا رندا العجين في البيت فعلا يعني خير اولا. ثانيا بيطلع الطاقه السلبيه جدا للست. يعني لو انت متنرفزه كده بقى
المعلومه دي يا جماعه شيماء قالتها لي قبل قبل اعجني لك عجينه كده وادخلي ايه اديله ادي فيها كده. قالت لك ان متعه العجن بالنسبه لها ان هي لما بتتغاظ بتدخل تطلع غذاء في المهم ما يكونش جوزك اللي بيغيظك. ايا كان بقى يا رنا ايا كان. ما علينا. ايوه ما علينا صح كده. انا بس عشان الوقت بتاع البرنامج احنا كده هنخلص كل ده بالطريقه دي يعني لحد ما نملى كل الصينيه دي كل الصغنططه دي المحشيه. احنا كده حطينا القرفه والسكر بنحطها حشو بعد كده هنعمل الكميه كلها كور زي ما احنا شايفين بالطريقه كده دي بالطريقه دي. خلينا طب خلينا نرصها في في الطروف دي الاول. نبدا من الطروف بقى الكبيره بعد كده. لا هو الاول يا رندا الاول النص وبعد كده هتبني عليه كل بقى اللي باقي ده. يعني لازم اساسي ان انا ابدا من النص وبعد كده ابدا عشان انت لو بدات من الطروف مش هتعرفي تظبطيها. تمام ما بنسيبش بقى مسافات ولا اي حاجه حاجه بسيطه يعني هي لما تخمر هتلاقي المسامات دي كلها قفلت هتقفل ولزقت في بعضها. اوكي بس اخر واحده بقى نعملها اهي. طبعا الباقي بقى هيشتغل بنفس الطريقه. تمام لحد ما نخلص بقيه الصينيه دي كلها. اهم حاجه تقطعيها كده يعني حتت صغيره كده عشان تديكي شكل حلو. تمام بس كده. تمام كده كده خلاص ده الشكل النهائي قبل ما ندخل الفرن صح. بس الاول برضو هندهنها بالبيض واسيبها تستريح شويه. المفروض انها تستريح شويه بتاع نص ساعه تقريبا. هي قالت شماء من الوصفه يعني ربع ساعه بعد كده هنبدا بقى ندهن كده. البيض ده مش عليه اي حاجه عشان الزفاره. بصي هو لو حلو هيبقى عليه فانيليا لو حادق هيبقى عليه معلقه خل. اوكي بس عشان احنا الاثنين مع بعض ما فيش مشكله ان احنا نحط الخل الاثنين يعني. تمام يعني ما ينفعش تحط طبعا فانيليا اللي هي باللحمه. بعد ما نحط لها البيض انت بتكوني مشغله الفرن برده نفس القصه نفس الحكايه اي معجنات كده وندخلها الفرن. خلصتها اروح مشغله بقى الفرن علشان خاطر عقبال ما هي تخمر يكون الفرن سخن معايا. ندخلها الفرن. ندخلها اوكي ندخلها لها الفرن. تقعد قد ايه بقى؟ تقعد معاكي حوالي 10 دقايق مش كتير. تمام 10 دقايق احنا حطيناها في الفرن والمفروض انا احنا عندنا هنا حاجه جاهزه. اوكي بس استعمل كان ده شكلها المفروض بعد ما بتطلع من الفرن. ده شكلها بقى النهائي بعد ما طلعت من الفرن كده بالمنظر ده. وده طب هنسيبها على كده رانيا. اوكي ده انا نفسي ادوق والله بس يعني بعد ما هي ما نخلص. وده شكل الصنف الحادق. وده الحادق احنا قلنا اسمه ايه معجنات ايه دي مثلثات اللحم المفروم احنا عملناها بالشكل ده وده الشكل عملناها كمان بالشكل ده. والله العظيم شكلها تحفه والله بجد انا مش بجاملها شكلها حلو قوي والعجينه منفوشه اسمها ايه هشه ولونها حلو والملمس بتاعها حلو. هي بنت شطوره والله قوي انا عجبني اللي احنا عملناه ده. وتسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي. والرول القرفه المفروض ان احنا بنعمله كذا صوص بنعمله انت هتعمليه ايه دلوقتي الصوص اللي هنحطه على الوش؟ بصي هو المفروض ان هو بيتعمل له صوص جبنه صوص ده جبنة. الطبيعي يعني اوكي بس احنا عشان نظرا للظروف الاقتصاديه فاحنا هنعمل حاجه اقتصاديه قوي. تمام عباره عن ايه بقى؟ انا معايا ربع كوبايه من الحليب. لبن مش لازم سخن ولا بارد؟ لا 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 عادي بحرارته الغالية. بصي من كل حاجة هقول عليها ربع كوباية. ربع كوباية لبن. ربع كوباية لبن. ربع كوباية زيت نباتي. ربع كوباية زيت. مش فارق بقى ذرة أو عباد شمس. ما ينفعش في الحلويات زيتون خالص. أكيد لا. هي عايزة نباتي أيا كان. أيا كان. لا بلاش أكيد عارفين. دلوقتي. بصي وربع كوباية سكر بودرة. سكر بودرة و ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. كريم شانتيه. تمام. خام. وربع كوباية من الحليب البودرة. تمام ويعني فانيليا رشه فانيليا كده صغيره. اوكي بتضربيهم بقى بحاجه ولا لازم مضرب بقى يدوي كده لو ما عندك خلاط او لو بمضرب كهرباء عادي شغال صح؟ عادي كله عادي. تمام. شغال مفيش اي مشكله. هنبدا ان احنا ايه نخلط كده. نشيل الحاجات اللي هي ملهاش لازمه. ساعدك انت خليكي وانا بصي اظبط لك الدنيا محتاجه ايه اكتر من كده مساعده. لا مش محتاجه انت عامله بصراحه الواجب بزياده. عامله مجهود ما هي من غيري مش هتعرف تعمل الوصفات. عشان ليه بقى؟ عشان هي عايزه مود. انا عملت لها مود حلو مش عارفه اعمل ايه يعني معاكي بصراحه. لا 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 بجد انا يعني تؤمري ربنا يخليك. اجيب بس معلقه. احنا بعد ما بنخلص ضرب مش محتاجين نحطها في ثلاجه او حاجه تجمد شويه. بصي فين البوله الزغنططه اللي لسه جايه. اهي هي دي. بصي بقى الصوص نفس الصوص اللي انا عملته ده. هاخد منه معلقتين عشان احط اعمله بالكاكاو.
اوكي، هي بنفس ال هتعمله اتنين، واحد ابيض واحد. بصي بقى مفيش اقتصاد اكتر من كده، لا مفيش ولا اقتصاد، لا في المجهود ولا في المكونات. ايه عندنا العيب يعني ايه؟ كاكاو صغننين كده عشان نكسر بس اللون بتاعها. اوكي، انت عملتيها واحده كأن حد بصوص الشوكولاته والتاني بالظبط. لا جبتي إيه؟ بقى للشوكولاته ولا حاجه؟ وده صوص كريمي ولا صوص لبن ولا صوص ايه؟ بصي هو لا هو بصي مقارب قوي كتير للحليب المحلى المكثف. انا حسيت كده برضو. لو حطينا اعتقد عليها يعني زودنا منه يبقى كمان. هو يعني بصوص الجبنه ما هو الا حليب مكثف وعليه جبنه. تمام، ممكن سواء جبنه مثلثات او جبنه كريمي مطبوخه. لا جبنه كريمي. جبنه كريمي. تمام تمام اوكي، احنا كده خلاص، كده خلصنا. هنبدا بقى نوزع الصوص بس على ده، على الرولات دي. هنبدا بس نجيب معلقه تانية. بصي بقى ساعه التقديم صح؟ طبعا اكيد ساعه التقديم. بصي بقى الجمال، شوفوا شوفوا الحلاوه، شوفوا الشياكه، هي اللقطه دي اللي شوفوا الاداء، شوفوا هي مستمتعه. أيوة قد ايه طبعا، هي لما بتعجن بتطلع غلها في العجين، ولما بتحس بتحط الصوص بفرح بقى، بس تريح بقى. بيبقى حد جايب لها هديه مثلا، قال لها كلمه حلوه، خلاص كده انا ارتحت كده خلاص. بتطلع كل انفعالاتها في المطبخ. والله انت شطوره وحياه ربنا. ربنا يخليك يا رب. اوكي، انا بشكرك يا شيماء بجد. وهنحط انت هتحطي الاثنين مع بعض. اوكي، يعني هنا عشان ايه ما عندناش اكياس حلواني، فاحنا هنعمل كده. تمام، تخسر اللون. Okay. بس كده يبقى احنا كده ايه؟ تمام تمام، ده الشكل النهائي يا جماعه. بعد ما خلصنا الصنف الحلو حطت عليه الصوص، وده الصنف الحادق، والاكل بس شكله. معلش اخر حاجه، ممكن هي لازم تحط كل التفاصيل. معلش اخر حاجه بس عشان يبقى احنا عملنا اللي علينا. ماشي، بس كده خلاص. بس عملنا النهارده الصنف الحلو، المعجنات اللي بالقرفه، والصنف الحادق بتاعها باللحمه المفرومه. وبشكر جدا ضيفتي الشيف شيماء محمد. وخلونا نروح نشوف الرجاله عاوزه ايه ونرجع لكم تاني، لكن بعد الفاصل. تقارن خطيبتك او مراتك بواحدة تانية؟ ممكن في لحظات. لا طبعا مش هقارن مراتي بحد اكيد يعني. ممكن اقارنها بوالدتي، ممكن مش قدامها يعني، ممكن يعني ممكن من وراها. لا اكيد هخاف على زعل جوزي، ومش هقارنه بحد يعني وكده، وانا شايفه جوزي كويس. لا انا مش هقارن، بس هحاول ان انا اشتغل عليه، بحيث ايه بقى ان انا اقف جنبه، بحيث ان هو يوصل للمكانه اللي انا شايفاه فيها. ولا هقارنه باي حد تاني اصلا، هو جوزي وعيالي. الحته دي بالذات بتضايق اي حد، فكوني ان انا اقارن بحد تاني لا. كل واحد ليه شخصيته وكل واحد ليه اسلوب. لو جوزك قارنك في الطبخ بمامته هتعملي ايه؟ لا ما يقارنيش بمامته، انا ليا اكل وليا طريقه وليا كل واحد ليه طريقه يعني، مش هيقول لي مامتي احلى وكده يعني. هعمل اكل احسن منها طبعا. لا مش بيضايقني، لان ابني مثلا لو هو بقى في مكانه وبقى متجوز وعنده بيت وجي قال لي مراته طبخ ماما احسن، اكيد هكون مبسوطه صح؟ طبعا هي اللي ربته، هي واخد على اكلها طبعا، فحاول ان انا اطور من نفسي بحيث ان انا حتى لو انا مش عارفه اكله معينه هسالها، وده حقيقي بيحصل. ده اكيد بيقارن ده على طول. وطبيعي اكل ماما عشان اقدم بخبره عني بيفرق، فلازم يبقى في اختلاف. ما انا مش هيحس ان دي ماما ودي انا، لازم يبقى في اختلاف بيني وبينها. يعني احس ان هو بيخليني عايزه ابقى الاحسن، عايزه ابقى اطور من اكلي اكتر، بس لو قارني بطريقه تضايقني لا، يعني ياكل زي ما ياكل. مين اللي عنده صفه المقارنه دي على طول، الراجل ولا الست؟ انا دايما بشوف الراجل بيقارن اكتر من الست. الست عمرها ما تقارن جوزها باي حد تاني. لا الرجاله طبعا بيفكروا اكتر وبيدرسوا اكتر، عشان دي حياه، دي ده بيت في الاخر يعني. الستات هي دي طبيعتها اصلا يعني، ما عملتش كده ما تحسش ان هي بقى ايه يعني موجوده في الحياه. فلا الستات، الرجاله بتخاف بصراحه يعني، ما بتتكلمش كده كتير خالص، بيبقوا متكير قوي في الحته دي. الست بتقارن اكتر، لان الست عندها نموذج بتقيس عليه اللي هي بتقبله في حياتها. هي موجوده بس في تعادل، مفيش راجل احسن من يعني ما بيقارنش، لا الاثنين زي بعض.
مراتك بواحده تانية اقارنها في الشكل او في التفكير؟ مراتي دي ما ينفعش تقارن بحد، يعني بمعنى ايه؟ ان مراتي دي خلاص بقت حلال، يعني حاجه مني، ما ينفعش تقارن باي واحده خلقها ربنا. الشكل خلاص انا ارتضيت بيه من ساعه ما خطبنا، ارتضيت بيه الحمد لله، مفيش تغيير تاني. ممكن في الافكار بعد كده اي حاجه تانية بتبقى سهله. لما بيبقى في تفكير قدامي برضو كويس بتمنى انه يبقى في زوجتي، ولما بيبقى في تفكير قدامي مش حلو بتمنى بحمد ربنا على ان هو مش عندي. لا مش هفكر اساسا، يعني مش هقدر ان انا افكر في الكلام ده. لو شفتي راجل شاطر كده وناجح في حياته تقارنيه بجوزك ولا تفتكري هيزعل فمش تعملي ده؟ اكيد مش هقارنه، لا، كل واحد اضرب مسؤوليته واضرب بيته واضرب نفسه. مش هينفع. زي بالظبط ما بقى عندك ولد كده تقدري تقولي له ايه فلان احسن منك؟ لا طبعا، هو ليه اسلوبه وليه حياته، الشخص التاني برضو ليه اسلوبه وليه حياته وليه طريقه تفكيره. ولا ده لا مش هقارنه عمري بيه، انا خلاص انا راضيه باللي قدامي واللي ربنا قسمه، وبالعكس انا ليه اقارن؟ شيء طبيعي هيلاقي يا صوابعك زي بعضها، يبقى مش عمرك ما هتاخدي الكمال، مفيش كمال، فشيء طبيعي في بوينت عند حد غير بوينت عند حد تاني، فشيء طبيعي عمري ما هقارن. هقارن ليه؟ الرجال عايزة ايه؟ الرجالة مش عايزة ابدا تتقارن بحد. ما ينفعش تقولي له خليك حساس زي احمد زميلي، هو لو بكلامك ده فعلا بقى حساس ممكن تقعدي في بيتك يا ست الكل. ممكن توصلي نفس المعلومة من غير مقارنات. دلوقتي هنتناقش في موضوع المقارنات مع استشاري العلاقات الاسرية استاذ احمد يسري. اهلا بك يا احمد. اهلا بك يا رندا، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. قولي يا احمد، هو فعلا الرجالة بتتضايق لو اتقارنت بحد؟ اكيد طبعا، راجل بيعتبر المقارنه دي تعدي على كرامته، اهانه دي. يحب يشوف مراته دايما ان هي شايفاه راجل كامل مميز عندها محط اعجاب، يعني لكن ما بيشوفهاش زي ما الست بتبقى قصده ان هو توجيه. لا مش توجيه، ما تشافش ان هو توجيه، شاف ان هي شافت حد مميز عنه، ودي حاجه بالنسبه له بتبقى اهانه شخصيه ليه، فبياخدها تحصل مشاكل بسببها. ممكن يعاند يعني الراجل لو حاسس ان الست اغلب الرجاله بتعاند في الصفه اللي هي بتقارنه بيها، يعني لو بتقارنه في الاهتمام هيتعمد عدم الاهتمام، بتقارنه في الماديات هيتعمد. طب استنى بقى نقف عند الاهتمام عشان دي الستات بتشتكي منها كتير. لو انا فعلا ست شايفه اختي مثلا جوزها بيهتم بيها، زميلتي، اي حد حواليا، انا غصب عني هتضايق، هحس ان انا ما عنديش الاهتمام فانا مش مهمه في حياه الراجل ده. اعمل ايه بقى من غير ما اقارن اخليه يهتم بيا، من غير ما اقول له اهتم او ان فلان ما بيهتم وانت لا؟ تطلب منه ان هو يهتم بيها من غير ما تقول له زي فلان. ممكن هي باسلوبها، الست بيبقى ليها اسلوب او ليها طريقه ان هي تخليه تهتم بيها، هي تهتم بيه اكتر، تساعده ان هو يهتم بيها، وتوجهه ان هو اهتم بيا، انا عايزه منك انك تجيب لي مثلا هديه، عايزه انك تاخد تسال تتصل بيا تطمن عليا، الحاجات دي، من غير ما هي تقول له انا عايزه ابقى زي فلان او زي فلان، لانه ممكن يعاند. عارف ليه الستات ساعات بتقارن؟ الست ساعات بتقارن لما الراجل بينفي وجود الصفه دي في المجمل، يعني يقول لك ايه انا ما هو ده ما حدش بيعمل اكتر من كده، او ده مش موجود، فبتضطر في اللقطه دي بقى تقول له لا ده فلان بيعمل. بس مش هتوصل لنتيجه، ما مش هتوصل لحاجه كده، بتخلي الموضوع يبوظ اكتر، يعني يتعمد اكتر عدم الاهتمام بزياده عشان يثبت لنفسه ان انا مش زي حد، وان انا مش هبقى، مش هينفع ان انا اقلد فلان، ولا ينفع اعمل، ولا انت تجيبي سيرته قدامي. طب الفت نظره ازاي ان سي مثلا اخوه مثلا، مش هنقول حد غير منه، او باباه مع مامته، يعني ممكن اقول له مثال ان انت مثلا مامتك كان باباك بيعملها كذا، ما اكيد مش غير من بابا. مش موضوع غيره، هو موضوع ان يعني زي ما قلت لك في الاول ان هو قدام مراته مش مميز، شافت ان حد مميز عنه سواء اخوه او اخوه هيغير. يا احمد ده هيبقى مميز ازاي وهو مقصر؟ يا احمد ما احنا عايزين نوجهه برضه. هي توجهه تشتغل على الحته دي من غير مقارنه. كلمه المقارنه نفسها بتعمل فجوه، بتعمل نفور ما بينهم، هتبعدهم عن بعض. شوفوا يا ستات، عشان احنا بنقول الرجاله عاوزه ايه، الراجل مش عايز يتقارن، حضرتك محتاجاه يهتم بيكي او يعمل اي حاجه انت نفسك فيها، هتقولي له على طول اعملي، ما تقوليلوش فلان ده بيعمل. مظبوط. طيب الراجل في المقارنه ممكن يغير لو انا قارنته بباباه او باخوه زي ما انا سالت، بس عاوز اتكلم في موضوع
بتوضيح اكتر يغير من حد غالي عنده؟ مش موضوع غيره بس موضوع ان هو هيتضايق ان مراته شايفينه هو ناقص حاجات كتيره واخوه احسن منه او بابا احسن منه. مش هيغير منهم، ابوه هيبقى قدوته مفيش مشكله بالنسبه له. بس الموضوع هيضايقه ان مراته شايفينه هو ناقص حاجه. الراجل ما بيحبش ان مراته تشوفه ان هو ناقص حاجه. حتى لو هو ناقص او مقصر، حتى لو بالنسبه لحد بيحبه الاسلوب او الطريقه، حتى لو حد بيحبه الاسلوب او الطريقه، ان انا ما اقولكش انت اعمل زي فلان، لا انا مش هعمل زي فلان انا كويس كده. طب استنى بقى يا احمد، عشان احنا عايزين حته عدل بقى، ما مش كل حاجه نقول ايه اللي الست بتعمله ايه. قول بقى للرجاله اللي مراته ممكن ما تقارنوش بحد وتطلب منه مباشر ومش هيسمع الكلام، ادي له نصيحه في الحته دي بقى. الراجل اللي مراته ما تقارنوش بحد، الراجل اللي مراته طلبت منه ان هو يتغير من غير ما تقارنه بحد وهو برده ما بيعملش اللي هي طلبته منه، ادي له نصيحه. المفروض ان هو من العلاقه الزوجيه الموده والرحمه اللي موجوده بيني، ان انا يبقى في ما بيني وما بينك الحاجه اللي ناقصاني انت بتوجهني ليها فانا بكملها. لا انت هتبص للكاميرا وتقول للراجل. انت هتقول للرجاله ان ده من موده والرحمه وده عشان يحافظ على بيته. من العلاقه الزوجيه ربنا قال الموده والرحمه، ان احنا لما مراتي بتطلب مني حاجه او انا مقصر في حاجه او ناقص حاجه انت بتكملها ليها. ما الطبيعي ان هي تطلبها منك انت ومحتاجها منك انت، فالطبيعي ان انت تكملها عشان خاطر تلبي احتياجاتها اللي هي عايزاها دي. طب هنتكلم بقى اللي مش في مرحله الجواز، ما قبل الجواز الخطوبه، وان انا لسه بختار، المفروض ان الراجل يهتم برضه بالست او البنت اللي هتبقى معاه شريكه حياته بنفس الاهتمام الراجل بمراته؟ لا الفتره لا دي الفتره دي تبقاش مقياس، يعني مش مقياس قوي ان انا الاهتمام بيبقى الخاطب ده انسان، يعني الراجل بالذات تحديدا مشغول قوي في التجهيزات وفي مش مقياس ايه يا احمد، انا يعني مخطوبه ومهتمش مش هكمل. ما هو الاهتمام بيبقى مش زي الجواز، مش زي الجواز. بيبقى الراجل عنده برضو يعني الانشغال الذهني اللي هو فيه والانشغال النفسي بالتجهيزات بالفرش البيت، يعني فلازم نراعي الحته دي. ان احنا الراجل في الخطوبه بيبقى مشغول بالاهتمام عن خطيبته اكتر من بعد الجواز، بيهتم بيها بس مش بالدرجه الكبيره، لان بيبقى عنده هو ذهنيا ونفسيا مشغول بحاجات تانية كتير جدا، لا تجهيزات ان فتره تبقى ضيقه. لكن بعد الجواز بيبقى معاها، فطبيعي ان هو بيهتم بيها وبيديها المشاعر اللي هي محتاجاها. مظبوط. طيب خلينا نتكلم عن الراجل لو هو راجل انتقامي شويه او راجل دماغ. تمام. وشاف ان مراته كل شويه تقارنه بحد، كل شويه تقارنه بحد، بيعمل ايه كده في الخباثه او اللقم يخليها تبطل مقارنه؟ الخطط مش هقول انت بتعملها، هو مش خطط، بس هو ممكن يوجه لها كلمه توجعها، ممكن يقارنها بحد، ممكن يقارنها بواحده. طب ما انت بتقارنيني بواحد، طب ما فلانه احسن منك، فلانه اجمل منك، بصي فلانه بتعمل ايه مع فلانه، هيشربها من نفس الكيس زي ما هو هتشوف الوجع. ده رد، وفي راجل تاني ممكن لا الموضوع عنده ياخده بعدوانيه، يعني يتخانق معاها ويعمل مشكله كبيره جدا. يعني كل واحد بيبقى ليه رد فعل غير التاني في موضوع المقارنه. وفي راجل بيخون، بيعرف ست عليها عشان يحس ان هو مميز عند ست تانية. هو تصرف مرفوض طبعا ده بس بقى بيحصل. لا انا مش بقول ان هو حاجة ايجابية، انا بقول ايه الاشكال اللي الرجالة بتنتقم منها او يعني لما بيلاقوا مقارنات كتير بتعمل تصرف عكسي. هو بيخون يمكن من باب ان هو يعني من منطق ان هو بيقارنها بواحدة بس بيقارنها على تقيل شوية. لا هو بيخون عشان يرضي نفسه ان هو شخص مرغوب فيه ومميز وعنده صفات شريكة حياته مش شايفاها بس في واحدة غيرها شافتها. ده بيبقى ارضاء لنفسه هو من جواه ان انا شخص كويس جدا وهي اللي مش مقدرة ده. مش حب في الشخصية التانية اللي معايا ولا أي حاجة. لا ارضاء وغرور. طب استنى بقى عشان نقف عند الحتة الصغيرة دي. الست الجديدة في حياة الراجل ده تعرف منين اذا كان الراجل ده فعلا اخدها ارضاء غرور ولا بجد بيحبها؟ من حكاياته، ما هيقعد يحكي عن مراته ان هي بتقول له ان انت ناقصك حاجات كتيره ومش مدياله الثقه في نفسه وشايفاه ان هو مش كامل. يعني الراجل اللي هيشتكي معاه في العلاقه من اهمال مراته هتبقى هي عارفه ان هي حاجه تعويضيه، كل حاجه هيشتكي منها في مراته او الست الاولى، الست الثانيه ترجمها على طول ان هي اللي بتديها له، فهو جالها عشان الاحتياجات دي. يعني الشكوى دي مهمه ان انا اقيم العلاقه. طب لو راجل تاني بيقول انا بحب مراتي وسعيد في بيتي ورغم كده معاكي، وهي تكمل معاه ليه؟ وهي يعني تكمل معاه ليه؟ يقول لك حقي ومن حقي يبقى انا ليا علاقه، يعني اتجوز مره واثنين وثلاثه، ايه المشكله؟ لا ده تفكير سطحي، دي مش علاقه جواز. لا مش صح، مش صح، ما تكملش معاه. طب يا احمد احنا معانا لعبه، انا عن نفسي بحب الفقره الجميله دي. تمام. فخلينا نلعبها. اللعبه بتقول لك هتكمل بكلمه. تمام. المقارنه هي بدايه النهايه للعلاقه الزوجيه. لو ست تغزلت في وسامه راجل قدام زوجها تبقى ناقص ادب. لو راجل تغزل في ست قدام زوجته يبقى ناقص رجوله. الحب بيكمل بعد الزواج ب الرضا بالنواقص.
طول ما انت باصص لحياة غيرك مش هتعرف تعيش حياتك ولا تستمتع بيها. هي الاكتفاء طبعا، واللي بسموها ايه، الرضا. الرضا، لان احنا اساسا ربنا خلقنا كلنا نواقص واحنا الاتنين بنكمل بعض. فان انت عايز شخص كامل مش هتلاقيه في الدنيا كلها، مش موجود. الكمال لله وحده. طول ما انت فعلا باصص، في مثل بيقول لك اللي بص لحياه غيره تحرم عليه عيشته او حاجه زي كده. صح. وربنا قال ولا تمدن اعينكم، يعني ما تبصش لحياه غيرنا بره عشان احنا نرضى بحياتنا. انا وقفت عارف ليه عند الجمله دي في اللعب؟ لان هي اساس المقارنه. طبعا المقارنه اساسها ان انا ببص لغيري وببقى شايف عند غيري الحلو، وهو ما بيورينيش الوحش اللي عنده، فانا عاوز الحلو ما ببصش ودفع ايه الثمن. ومش عندي رضا، والرضا الرضا مش صفه، الرضا فكره. لازم يبقى انا عندي دي فكره جوايا ان انا لازم ارضى، لان انا حياتي كلها فيها نواقص. انا كمان شخص ناقص، لازم أكيد. عندي حاجات كتيره ناقصه. صح. فاحنا بنكمل بعض. مظبوط. انا بشكرك يا احمد، احنا استفدنا جدا من الحلقه دي، وبشكر المشاهدين، ورب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم تاني في حلقه جديده وبرنامجنا الحياه انت وهي. Oh, 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 oh